السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا مع المحاضرة الخامسة اللي هو بارت 3 في حل الأسئلة، وإن شاء الله نحل آخر جزء عن طريق الباسيف سايم كونفنشن. المسألة المرة دي إداك الجدول، إداك البلوك دايجرام وإداك الجدول، بس الجدول إداك الباور والفولت، خاف عنك التيارات. بس ناخد بالنا إن الباور مدعلنا بالكيلو وات، وكل جنب باور حاطط جنبها سبلايد، يعني إن هي سورس، وأبسورمت يعني اللي هي لود. فتعال نشوف مع بعض كده. بيقول لك show the interconnection of the elements satisfy the power check. ده الراجل مسهل لي عليا قوي، انا كل اللي عليا اروح اجيب summation الباور absorbed، نروح نشوف ناخد كل القيم الابسوربت اللي في الجدول، فنلاقي دي ومعانا دي ومعانا دي، فاتنين اللي هي حوالي 2 كيلو، فدي 2000، هنجمع عليها الواحد من عشرة اللي هي حوالي 100، زائد الاربعة من عشرة اللي هي 400، فيطلع معانا الناتج 2500 وات. تعال نجمع باور ديليفرد، هيطلع معاك 600 اللي هي اول واحدة، 50 زائد 600 زائد 1250، 1250 و50 1300، 600 و600، 1200، طالع معانا 2500. بما ان هما حضرتك اللي هما الاتنين متساويين، يبقى انت عند حضرتك الانتر كونكشن ده ساتسفاي ذا باور تشيك. خلاص يبقى المسألة تمام، مفيش أي مشاكل. طب تعالى نشوف المطلوب التاني بقى، بيقول لحضرتك بما إنه إن هو ساتسفاي ذا باور تشيك، هات لي بقى التيارات بتاعت كل واحدة. فتعالى نجيب التيار، هي معادلة التيار إيه؟ تقول لي التيار عند أي إيليمنت هو عبارة عن الباور عند الإيليمنت ده، هنقسمه على فرق الجهد. احنا معانا فرق الجهد عند كل الاليمنت، ومعانا البار عند كل الاليمنت، بس ناخد بالنا ان الكلمه اللي جنبها هتفرق معانا في الاشاره. يعني اللي هو حضرتك دلوقتي لما يقول لك ان البي سبلايد مثلا في الكومبوننت ايه بستة من عشرة، فدي بالنسبه لك هي عباره عن 600 ولكن بالسالب. فتعالى واحده واحده كده نروح نحسب واحده واحده، نجيب البار عند الايه نشوفه في كام، ولما يديهولك نعرف ان هو الإشارة هنحطها ازاي بناء على الكلمة اللي محطوطة جنبها. فأول كومبوننت عندنا اللي هي البي عند الإيه من على الرسمة، هي داخلة من السالب، فمعنى ذلك إن هي عبارة عن سالب في إيه في الأي إيه. يبقى عندك الأي إيه هي عبارة عن بي إيه على سالب في إيه. البي إيه ذات نفسها هي عبارة عن سبلايد يعني بالسالب، فيطلع معانا اللي هي سالب 600 على 400، فيطلع معاك التيار 1.5 أمبير. نروح نكرر على الكومبوننت التانية، ممكن اللي احنا ننضف لنفسنا كده، فناخد الحتة ديت نمسحها. نكمل على الكومبوننت اللي بعد كده اللي عندك، عايز نجيب الاي بي، فاحنا هنجيب البي بي على الفي بي. نروح بس نتأكد ان الاي بي داخل من الموجب، يعني الباور هتبقى بالموجب، والفي بي ناخد القيمتين من الجدول، هي سبلايد فتبقى 50 بس بالسالب، هنقسمها على سالب 100، فتطلع معاك اللي هو عبارة عن 0.5 أمبير. نروح نجيب الاي سي، هو عبارة عن البي سي على الفي سي. نروح نبص على الشكل عشان نعرف السي وضعها ايه بالظبط، داخلة من الموجب فتبقى الباور بالموجب. نروح نبص هي ابسوربت فهتتعمل بالموجب اصلا، يبقى 400 على الفي سي على 200 يطلع مع حضرتك 2 أمبير. تروح تجيب الاي بتاع الدي، هو عبارة عن البي دي على الفي دي. نجري على الرسمة نشوف ايه اخبار الباور، تقول لي الباور داخلة من الموجب تبقى بالموجب، يبقى 600 على 300 طالعة معانا 600 على 300 بس هي سبلايد، فتبقى سالب 600 على 300، فطلع معانا سالب 2 أمبير. نروح نجيب الاي عند الاي، فالاي عند الاي من الرسمة، ادي الاي هو داخل من الموجب، يبقى بي اي على الفي اي. البي اي هنا من هنا ابزوربت، فهتبقى بالنسبة لنا هي قسمة موجة، فتبقى عبارة عن 100 على سالب 200 تطلع مع حضرتك سالب 0.5 أمبير. ناقص الكومبوننت الاخيرة اللي هي الاي اف والاي جي، دي بي اف على في اف ودي بي جي على في جي. تعالى نروح نشوف الاف كده، داخلة من السالب فتبقى بالنسبة لك ان هي سالبة، طب وبالنسبة للجي داخلة من الموجب فتبقى موجبة. نيجي عند الاف بانها هي ابزوربد، فتبقى اصلا ناخد القيمه بالموجب، فهتبقى عباره عن سالب 2000 على 500، تطلع معانا بسالب 4 امبير.
اخر حاجة اللي هي الاي جي بالنسبة لك هي 1.25 بس سبلايد، يعني هتبقى سالب 1250 على سالب 500 تطلع معانا 2.5 امبير. يبقى هي القصة في الموضوع ده ايه؟ ان حضرتك ابتدى يحط لك كومنت، انت كده كده هتروح من على الرسمة تروح تجيب البي على الايه مثلا، فاحنا بنروح نجيبها طالما داخلة من السالب بسالب في ايه في الاي ايه. بس ما خدش بالي بقى ان البي ايه ذات نفسها هو حاطط جنبها كلمة سبلاي فتبقى نيجاتيف، ولو كان حط جنبها كلمة ابزوربت فكانت هتبقى بالبوزيتيف، وساعتها نطلع التيار عادي مفيش اي مشاكل. نخش على المثال اللي بعده. المثال اللي بعده اللي هو 1.33، برضو مد لحضرتك جدول، الجدول بما بين الباور وما بين الكارنت، بس ده ملي وات وملي امبير، فمعنى ذلك ان الجهد هيطلع على طول بالفولت. وبيقول لك لحضرتك الانتر كونكشن ده ساتسفاي ذا باور تشيك، فتروح تجيب سميشن الباور الابسوربد وسميشن الباور الدليفر، نجمع الابسوربد والدليفر على طول ده 105، ناخد كل القيم اللي هو من عند حضرتك القيم الموجبة، فيبقى عندك دلوقتي الابسوربد ادي 175 زائد 375 زائد 150 زائد 160 زائد 120، والديليفرد هنا 660 زائد 320. نجمع عند حضرتك هيطلع معانا ان فوق 980 وتحت 980، طبعا ده ملي وات وده ملي وات، يبقى هو ساتسفاي ذا بار تشيك والمطلوب الاولاني مفيش اي مشاكل. بيقول لك اعرف لي مين الاليمنت اللي هي ابزورب باور، اللي بيعمل ابزورب يبقى هيدي لحضرتك الباور بتاعته هتبقى بالموجب. فانت عندك الاليمنت A والاليمنت B والاليمنت C والاليمنت E والاليمنت F، دول كلهم بيعملوا ابزورب للباور، اشمعنى؟ عشان الباور بتاعتهم بالموجب. بيقول لك فايند ذا فولتج اوف، عايز يجيب الجهد زي ما المره اللي فاتت اداك الباور واداك التيار، المره دي بقى عايز يجيب الجهد. فتعالى نمسك واحده واحده كده، الباور على الجزء الاولاني اللي هو الباور على ايه، فتبقى الفي ايه هي عباره البي ايه على الاي ايه. البي ايه حضرتك هو مديها لك بالموجب اللي هي عباره عن 175 على الاي ايه اللي هو 25، فطلع معاك 7 فولت. طبعا حضرتك احنا خدناها بالموجب لان هو حاططها الاشارة هنا، طالما في سالب يبقى هي دي بالنسبة لك موجب. في المثال اللي فات كان بيديك رقم ويكتب جنبه يا اما سبلاي يا اما ابزوربد، لكن هنا ابتدى يديك الارقام بالاشارة، فاحنا خلاص بنتعامل مع الاشارة على طول اللي هي بما ان الباور موجب يبقى هي كذا. ده بالنسبة لو انت عايز تحسب عند الايه. طب لو عايزين نحسب عند البي، هتبقى برضو الباور عند البي اللي هو 375 على الاي بي. طب الباور بكام، التيار بكام؟ ب75، يبقى 375 على 75 تقريبا 5 فولت. الفي عند السي هي عبارة عن الباور عند السي هتقسمه عند الكارنت بتاع حضرتك اللي هو تقريبا سالب 50. طب تعالى نبص على السي كده من على الرسمة، هتلاقي ان السي ده خلاها من موجب يعني الباور بتاعتها بالسالب، فمعنى ذلك ان هي عبارة عن سالب 150 على سالب 50، طلع معانا 3 فولت. نروح نجيب اللي بعدها اللي هي الجهد على الدي، هو عبارة عن بي دي على الاي دي. تعال نشوف الدي داخل من الموجب، يبقى الباور بالموجب، والاي دي يبقى سالب 120 على 40، طلع معانا سالب التيار في دي سالب 120 على 4 على 40، تطلع سالب 320. الرقم ده 320 فسالب 320 على 40 سالب 8 فولت. بعد كده نروح نجيب الفي على الاف. الفي على الاف هي عبارة عن، نيجي من الرسمة نشوف الاف ايه ظروفها، داخلة من الموجب تبقى الباور على الاف على اللي هو الاي اف، فتبقى عبارة عن 120 على سالب 30، طلع معاك سالب 4 فولت. اخر حاجة بالنسبة لك عايز تحسبها هي الفي على الجي، هي عبارة عن، نروح نشوف الجي داخلة من الموجب، يبقى الباور هناخدها بالموجب سالب 660 على 55، تطلع معانا سالب 12 فولت، هو ده اللي هو عند حضرتك. يبقى خلصت الموضوع لحد الآن.
تتلخص في الكلمتين دول، ان انت عند حضرتك المسألة بتروح تجيب السميشن بار ابسوربت، وتاني حاجة تروح تجيبها سميشن الباور ديليفرد، تروح تقارنهم ببعض. والله لو متساويين يبقى احنا نقول ان هو بالانس السيستم والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل، وساتسفاي ذا بار تشيك، والمسألة خلصت على كده. يطلب من حضرتك يبقى مدير حضرتك الجهد والفي، فانت بتروح تحسب البي، يا اما يدي لحضرتك الفي مع البي وانت تروح تحسب الاي، يا اما يدي لحضرتك البي مع الاي وانت تروح تحسب الفي. في كل الحالات انت بتروح تشوف الكومبوننت. اول حاجة لو الجهد متطبع عليها كده التيار داخل من الموجب، فيبقى الباور على الالمنت ده هو عبارة عن في في اي بالبوزيتيف. ده في الحالة الاولانية. طب في الحالة التانية ممكن انا اديك البي، فساعتها تشوف الكلمة اللي محطوطة جنبها بقى هي سبلاي ولا ابزورب. طب الكلمة دي هتفرق معايا في ايه؟ لا الكلمة دي هتفرق طبعا. انت اول حاجة هتروح تبص على الشكل، هيطلع معاك ان البي على الالمنت هو عبارة عن في في اي او نيجاتيف في في اي، مفيش اي مشاكل. بس ساعتها ان السبلاي دي هتخلي البي ذات نفسها هي عبارة عن سالب بي بيساوي سالب في في اي، والابزورب هنخليها البي بتساوي في في اي. ونفس الكلام لو انت جيت هنا، اول حاجة تروح على الرسمة تجيبها هي بالموجب ولا بالسالب للكومبوننت بتاعتك، وبعد كده تروح شايف بقى انت الجدول بتاعك كاتب جنبها ايه، ونرجع نحط هل هنحط سالب ولا هنحط موجب. يبقى الخطوة الاولانية ثابتة اللي انت بتروح تجيب الباور من على الرسمة، وبعد كده الكلمة بقى اللي جنب الباور في الجدول هتفرق اللي انت هتاخدها بالموجب ولا هتاخدها بالسالب. دي خلاصة اللي هو اتقال لحد الان. اخر مسألة معاك هنعدي عليها كده مرور الكرام، دي المسألة 1/34 اللي هو بيكمل على اكزامبل 1/7. نفتكر اكزامبل 1/7 هو الشكل اللي قدامك ده، مديك مجموعة من الكومبوننت والتيار والجهد، وابتديت تحسب البار عند كل حاجة طالع معاك بالشكل ده. جمعنا البارات طلعت معانا سالب 2290، وتحت طلع 2270. طبعا واضح ان هم مش متساويين، فكان في ايرور. الايرور ده اللي انت عملنا عملية جمع ليهم، الفرق ما بينهم كان عبارة عن سالب 20 واط. قلت لحضرتك الفرق ده لازم نقسمه على 2 عشان نطلع الكومبوننت اللي فيها ايرور، فقسمناه على 2 طلعت سالب 10 واط. مين اللي بيطلع 10 واط؟ جينا ندور لقينا البي دي، البي دي هو اللي بيطلع سالب 10 واط، فبالتالي الايرور بتاعنا موجود في الدي. طب الايرور قلنا عشان ان احنا نعدله، هنعدل التيار ولا بنعدل الجهد؟ لانه كان طالب منك كده، هتلاقي ان حضرتك مطالب ان انت تعدل التيار بتاع الدي بدل ما هو بواحد لازم يبقى بسالب واحد عشان السيستم يحصل له عملية بالانسنج. فهو جه في 1/34 بيقول لك يثبت ان انت لما تغير التيار من واحد لسالب واحد ان السيستم هيبقى بالانسنج. فانت لو انت جيت هنا غيرنا الواحد ده بقى سالب واحد، معنى ذلك ان هتبقى ب10 واط، معنى ذلك ان ال10 واط دي هتتشال من هنا وهتتجمع هنا، فتبقى دي معاك عبارة عن 2280 وفوق 2280، فيبقى السيستم حصل له عملية بالانسد، وهو ده اللي مطلوب من حضرتك. اخر حاجة هنوضحها ليه بنقسم الايرور على 2. قلت لحضرتك لو انت عندك سيستم من اليمادي الابزوربد مطلع 90 واط، وعندك الديليفرد مطلع 110 واط، هو السيستم ده مش متساوي، في unbalanced system. ليه بقى الايرور؟ اول حاجة بنروح نجيب الفرق ما بينهم اللي هو 110 ناقص 90، هيطلع معانا 20 واط. ليه ما بنقولش ان المشكلة في 20 واط؟ هو الحقيقة المشكلة مش في 20 واط، المشكلة في حاجة في كانت في 10 واط ولكن اتجمعت في مكان غلط. هي لو كانت اتجمعت هنا كان هيبقى 100، ولو كانت اتطرحت من هنا كان هيبقى 100، فيبقى السيستم حصل له عملية البالانس. يبقى هو ليه احنا بنحسب الفرق ونقسمه على 2؟ لان القيمة انضافت هنا، فاول حاجة انت عايز تعملها ان انت تطرح القيمة من هنا، يبقى 100 100، وتروح تضيف القيمة هناك فيبقى 100 برضو، عشان كده الفرق بيبقى 20 ولكن الكومبوننت بتبقى هي 10 واط بس. بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله البارت الاخير خالص هيبقى بالمسائل الخاصة بالفولت والامبير والباور، مسائل سهلة خالص. احنا ابتدينا بالجزء الاولاني، وربنا يوفقك. ولو حد عنده اي سؤال او استفسار يكتبه في الكومنتات، وان شاء الله هنرد على حضراتكم.